يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، واستوديو جديد من استوديوهات الأبطال. النهاردة يوم هام جدا جدا بالنسبة لنا كلنا كأهلوية، وأكيد يوم مهم لكل محبي كرة الطائرة في مصر، لأن الأهلي بيمثل مصر في نهائي بطولة أبطال أفريقيا للكرة الطائرة. مباراة هتكون قوية جدا أمام فريق الترجي التونسي، فإن شاء الله بإذن الله الأهلي يفرح كل المصريين وبالتحديد يفرح الأهلوية من خلال التتويج بهذه البطولة. طبعا زي ما حضراتكم عارفين إحنا قناة النادي الأهلي واخدين حقوق مباريات دور نصف النهائي والنهائي. نصف النهائي امبارح الحمد لله كسبنا وتأهلنا المباراة النهائية، فبالتالي بشكل حصري كمان هتشوفوا المباراة النهائية لأبطال الكرة الطائرة للنادي الأهلي أمام فريق الترجي التونسي. الصعب جدا، مباراة هتكون منتهى القوة، لكن عندنا ثقة كبيرة جدا جدا في أبطالنا من خلال هذه البطولة إن هم بإذن الله بإذن الله يرجعوا بها على القاهرة بفرحة كبيرة بالنسبة لكل الأهلاوية. بالمناسبة كمان النهاردة مباراة أخرى في لعبة أخرى، وهي كرة السلة ونهائي دوري السوبر للمحترفين، الأهلي مع الاتحاد السكندري، وهي المباراة الفاصلة. الاتحاد كسب أول ماتش وبعد كده احنا كسبنا ماتشين ورا بعض، وكان ممكن نحسم في المباراة الأخيرة، لكن الاتحاد رجع وفاز، فبالتالي متعادلين 2-2 في مجموع المباريات. بالتالي المباراة الخامسة هي المباراة الفاصلة النهاردة بإذن الله تعالى من خلال شاشة قناة النادي الأهلي برضو، واستوديو جديد من استوديوهات الأبطال هتتابعوها، وإن شاء الله بإذن الله يكون يعني يوم سعيد على كل الأهلاوية من خلال مختلف الألعاب. وبصراحة الواحد مبسوط إن أكتر من لعبة داخل النادي الأهلي موجودة في تحديات سواء أفريقية أو محلية وفي المراحل النهائية ليها، فبالتالي منتظرين بإذن الله تعالى عدد وافر من الألقاب الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة. وكمان فيما يتعلق بكرة القدم كلنا أمال ودعوات وثقة كبيرة جدا الفريق الأول لكرة القدم إن هو يجيب لنا بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد ما تأهلنا للمباراة النهائية. فبالتالي ان شاء الله باذن الله مباراه تكون قويه النهارده، ان شاء الله باذن الله الاهلي يقدر يجرد الترجي التونسي من اللقب، لان هو صاحب اللقب الموسم الماضي، فاز ببطوله الانديه الافريقيه السنه اللي فاتت، وهو فريق محترم جدا وقوي جدا بكل تاكيد. ان شاء الله البطوله النهارده تكون بطوله للنادي الاهلي يقدر من خلالها ان هو يعني يضيف بطوله اخرى لدولاب بطولات النادي الاهلي بالتحديد في الكره الطائره، لان احنا اصلا سباقين في عدد الألقاب الوافر في خلال هذه البطولة. أعتقد كسبنا يعني 14 لقب قبل كده، الأهلي هو المتصدر، فبالتالي بيجي بعديه الترجي أو الصفاقسي التونسي برصيد 6 ألقاب، بعد كده بيجي الترجي التونسي بخمس ألقاب، بعد كده بيجي الزمالك بخمس ألقاب، وبعد كده بيجي الأفريقي التونسي بثلاث ألقاب زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة، وبعد كده النجم الساحلي ومولودية الجزائر بلقبين، ونصر حسين داي الجزائري بلقب وحيد، وطلائع الجيش المصري بلقب وحيد. النهارده تبقى البطولة بقى ايه رقم 15، ولكن فرق، وده هنا الملحوظة يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فرق كبير قوي ما بينك وما بين أقرب منافسيك في عدد الألقاب القارية بالتحديد فيما يتعلق بالأندية أبطال القارة. فإن أنت تبقى 14 وبعديك اللي واخد بطولات، واخد 6 بطولات اللي هو الصفاقسي التونسي، يعني فرق حوالي 8 بطولات ما بينك وما بينه، وإن شاء الله يبقوا 9 كمان، فده إن ده اللي يدل على تفوقنا الكبير جدا جدا على مستوى الكرة الطائرة رجال في البطولات الأفريقية، وبالتحديد فيما يتعلق كمان، لأن البعض ممكن يقول لك أنتوا خسرانين السنة دي، خسرتوا بطولتين وبتاع مش عارف إيه، ممكن تقع منك بطولة أو اتنين مفيش أي مشكلة، لكن دايما المجمل بيبقى قد ايه، مجمل بطولاتك قد ايه، دايما ازاي بتقدر ترجع بعد اي اخفاق، ودي حاجه تحسب لرجاله كره الطايره في النادي الاهلي. وكان مهم قوي كمان ان بعد ما اخفقت في الدوري وفي الكاس، ودي منافسه طبيعي جدا انت ممكن تكسب وممكن تخسر، الاغلبيه دايما الحمد لله الاهلي بيكسب في مختلف الالعاب، لكن الجميل واللي عجبني قوي ان الاهتمام من اداره النادي الاهلي مش بس بكره القدم، مش بس بما فيما يتعلق بكره القدم، والانظار دايما بتبقى موجوده على كره القدم، لا، اداره النادي الاهلي بعد الاخفاق في بطوله الدوري الكاس كانت مركزه جدا مع الفرقه، وبالتحديد من خلال الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اللي اجتمع مع الجهاز الفني واللعيبه واتكلم معاهم في اهميه الخروج من هذا الاخفاق من خلال تحقيق بطولة قارية، وما أدراك ما البطولات القارية، يعني بتبقى بطولات أكيد غالية للغاية.
فان شاء الله باذن الله اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. امبارح الاهلي طبعا كان لعب مع فريق ميناء دوالا الكاميروني وقدرنا ان احنا نكسب بالنتيجه 3-0. مشوار كان مميز جدا للاهلي في هذه البطوله، واكيد كمان يقدر ان هو يختم المشوار ده ببطوله، وده الاهم في الحقيقه. خلينا افكر حضراتكم بالمجاميع او المجموعات اللي كانت في بطوله الانديه ابطال الدوري. خلينا نبتدي بمشوار الاهلي الاول في البطوله. الاهلي لاعب الاولمبي القليبي التونسي وفاز 3-0. الاهلي ما خسرش ولا شوط في البطوله حتى الان، وان شاء الله يكمل على كده في المباراه النهائيه. بعد كده الاهلي لعب الفاب الكاميروني فاز 3-0. وبعد كده في دور ربع النهائي الاهلي لعب جامعه ماده الاثيوبي وفاز 3-0. وايضا الاهلي لعب الجمارك النيجيري وفاز 3-0. وفي نصف النهائي الاهلي لعب ميناء دوالا وفاز 3-0. ده اللي يدل على تفوق النادي الاهلي بشكل كبير جدا في المباريات كلها اللي خاضها في الحقيقه رغم صعوبتها. واكيد اي بطوله افريقيه او اي بطوله قارية بتبقى صعبة، لكن ازاي ان انت تقدر تتعدى وتتخطى كل هذه الصعاب حتى تصل للمباراة النهائية. فبالتالي اكيد كان مجهود كبير جدا مبذول من الجهاز الفني واللاعبين. المجموعات كانت في البطولة دي عبارة عن ايه؟ المجموعة الأولى كانت بتضم النادي الأهلي وفاب الكاميروني وقليبة التونسي، والمجموعة الثانية كانت بتضم الترجي التونسي حامل اللقب طبعا و فريق اخر من اثيوبيا وايسي داونز الكاميروني. وايضا المجموعه الثالثه كانت فيها هيئه المواني الكيني واف سي سبوار الكونغولي وانس من ساحل العاج وجامعه مدادا الاثيوبي. والمجموعه الرابعه كان ميناء دوالا الكاميروني مع الجمارك النيجيري وبنك الاسهم الكيني وجيزا جارا الرواندي. دي كانت المجموعات في البطوله الحاليه، لكن طبعا الاهم من كل هذه المجموعات ان خلاص تاهل منها الاهلي والترجي طرفي المباراه النهائيه اللي هتنطلق بالتحديد في تمام الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره، يعني بعد اقل من ساعه من دلوقتي. طيب خليني اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هينضم ليا اثنين من كباتن النادي الاهلي الكبار في الكره الطائره واللي عملوا انجازات وبطولات كتير جدا مع النادي الاهلي، طبعا الكابتن احمد زكريا. وبالمناسبه الكابتن احمد زكريا شارك في اول بطوله افريقيه للانديه سنه 81 على ما اتذكر، كنت بتكلم معاه على الهواء وهخوض معاه في تفاصيل هذه البطوله، ده امر هيكون مهم جدا. وهينورني ويشرفني ايضا في الاستوديو الكابتن رضا الغزالي نجم النادي الاهلي السابق في الكره الطائره، وهنتكلم معاهم في جوانب كتير جدا فنيه تتعلق بما قبل مباراه اليوم وفيما يتعلق كمان بمباريات الاهلي السابقه بتحديد مباراه الامس اللي شفناها كلنا. بالتالي استنونا بعد الفاصل.